ما نكذبش عليكم، غديري يمتوش بوكو بلوس كو فتحي غراس كو كيكونك. علي غديري سي ميساج ليك علي غديري، سي علي غديري ما لقيتش كيفاه وما لقيناش كيفاه نديرو لك، مي لو سول الجزائري لي بيرسونيلمون مقطع لي قلبي كي راه في الحبس هو سي علي غديري. الباقي يتحملوا مسؤولياتهم سياسيين، لكن سي علي غديري وطني ماشي سياسي. كون جا سياسي ما تحشالوش، تحشاتلو باسكو وطني موش سياسي، باسكو حب الجزائر حب يخدمها الله غالب. سي با زان بوليتيك ما عرفش، سي نورمال طاح مع ولاد الكلاب واللي داروا به هذاك لافوكا بوشعور هذاك يشبه النقوشه وزبيده عسول لابيطاس هذيك وكومباني، زادوا دبدبولوا المجال مالوريزمون. انا بيرسونيل ما هضرت معاه لكن الله غالب، وماشي غير زبيدة عسول هذاك لافوكا هذاك ابو الشعور هذاك النقش هذاك شيبانا كوسمو نسيت ربو كاع، مي ميم لي روتريتي دو لارمي اللي جابهم معاه. يا سي علي يا سي علي، المحبه في الكارطه في الدومين في القهوه في العشاوات مايش في البوليتيك. في البوليتيك جيب ضرب الرصاص، جيب الناس اللي قادره توقف، دورت بيك الدواب بار سيمباتي بار افينيتي. بون سيتي اون ايرور، tu es dans l'erreur tu as été dans l'erreur. نقولها بصح ما سيمباتي انفير توا اي انبرونلابل، ما كانش واحد غايضني محبوس في الجزائر قد علي غديري. لكن الاخرين بون ما نخممش فيهم، ما نكذبش عليكم، كذبش عليكم باسكو بغال، بصح لي غايدني صح علي غديري باسكو سيتي ان اسبوار، ماشي بفهمتو بوكو بلوس بار حسن النيه تاعو. ان شاء الله ربي يفك صراحو، ان شاء الله تخرج سي علي. اي نقول لك حاجه واحده مسيو علي غديري، انا عطيتك كلمه حكينا انا وياك هضرنا في التليفون قلت لك شتو سوتيان جامي رحماني محمد الياس يغير لو سوتيان تاعو. الوغ درك راك في الحبس بير اونكور، ماشي غير جو تو سوتيان بور موا tu es devenu un symbole de la révolution. Bon donc je reviens à la révolution par ricochet. ما زالت عندنا اون شانس انه الشعب ينوض. يا خويا ما تنوضش على نحي تبون ولا نوض، جيبوا لي الخبز، جيبوا لي الزيت، جيبوا لي السميد، بدلوا لي المدرسه، زيدوا لي في الشهريه، البوسطه ما نزيدش نكوفر، دوروها فوضى على اي حاجه ما تعجبكمش. C'est ce qu'on appelle la révolution par ricochet. Plus que ça, je ne peux pas expliquer. Tu peux te faire une question, mais il faut que je ne peux pas comprendre. Il y a une personne qui dit, « Fadika, je sais que je vais continuer le sera dans le sahel qui s'est passé dans le Jazair. » Fadika. Bon, le sahel, je vais te faire une chose. Le monde, c'est comme je l'ai dit. Il y a un peu de sabah. Tu dors le mishoui. يا انت هو الكبش المشوي اللي يتكل. الساحل بقات لنا حوالي اونتر 3 و5 سنين، كون ما ندخلوش درك مادام عندنا الامكانيات والمعلومات وعندنا الخلايا نتاعنا ولي ريزون تاعنا في الساحل وندخلوا في المنطقه هذه باه نسيطروا عليها، كون ما نسيطروش عليها راح تولي هي
اللي تكون عندها سيطرة علينا. برك صراع في الساحل بين الروس الامريكان فرنسا اي سيرتان بيي لانجلتير اللي يقدر يعمل الفرق هو الجزائر. كنت تدخل درك نقدروا نحاوزوا الروس ونحاوزوا الامريكان ونحاوزوا فرنسا الاستعماريه ونحاوزوا الانجليز، بصح كنا نعرفون نلعبوها مليح وكنا نعرفون نلعبوها مليح نعودوا شواكه نعودوا شواكر. وش معنتها؟ معنتها نعود شواكر حاكمين منطقة. قال تحب تدخل هنا تكح، تخرج تكح، تدي نحسب لك وتكح. أنا رب المقلة هنا يا سي مواكي كومون، أنا باباها. برك قضية قضية وطنية يا جماعة، ليش قضية قال عندي وكذا والS500 والS22 والسوخوي 57 والـ37 جماعة قضية مخابرات قضية استعلامات. celui qui détient l'information détient le pouvoir c'est plus celui qui détient les armes. اسك على بالكم باللي غدوة كون الجزائر تحط 100 مليون دولار في الشبيبة الجزائرية في ce qu'on appelle les domaines du codage، بعد 5 سنين المخير في العالم اللي يهضر نقول له وش بيها ربك، باه تقدر تضربني بختك بميسيل انتليجون، انا عندي لي كود، انا جو سوي سبيسيال دو كوداج، الميسيل تاعك ندور ربه في السما يدور. بوتين قالها، قالهم سلوي كي ميتريز لو كوداج ميتريز لو موند. انا ندخل الأنظمة البنكية تاعك، جو تو بينيتر لي سيستيم فينونسي بانكار، أنا خلط لك ربها. تي ورا دي زاتاك دو هاكر إيمونس أترافير لو موند. برك واحد ما يخلعكم، يا دي موايا فيروس في ميم باربع كاس كيما هذا خرج قعد العالم فوق قرعة أورانجينا. إحنا تاني on peut traiter des virus، on peut avoir des petits laboratoires manipuler des virus. غدوة تكسر لنا ما ينبعث لك فيروس قد ضرب بالدنيا تخدم معاه، مش ما نقولش كلمة خرافة.